السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. سبحان الله من العجائب الموجودة في الأرض بير اسمها بير برهوت، وهذه البير حقيقة من العجائب. في بعضهم يقول أنها موجودة في صحراء المهرة اللي قريب من عمان، وفي بعضهم يقول في الأحقاف اللي في حضرموت. هذا البير موجود في وادي اسمه وادي برهوت، بعد يأخذ اسم وادي برهوت. وش معنى اسم برهوت حسب ما ذكروه الناس هناك؟ برهوت يقصد فيه وادي الجن أو مكان الجن، لأنه في قصص عن هالبير هذه راح أتكلم لكم عنها وتسمعون أساطيرها. البير هذه طول الله أعماركم قطر فتحتها 25 متر في عمق 250 متر، شيء عجيب. تكلموا في ناس قالوا أنه فيه ملك من ملوك برهوت استخدم الجن والعفاريت في بني وحفر هالبير، بنى هالبير علشان يستخدمه في حفظ كنوزه وذهبانه وامواله، لكن لما مات استخدموها تباعا من الشياطين انه يكون لهم مسكن. اساطير اللي ذكروها وقالوها قد تكون خرافات، انه هذا البير استخدموه كسجن لعصاة الجن وشياطينهم. اسم برهوت هي ماخوذه من اللغه الحميريه في ذاك الوقت، وملك برهوت اللي هو كان من حمير اصلا في اليمن. يقولون أنه مرة جت راعية غنم حطت طفلها عند البير، لما جت ما لقته، يعني أنه اختطف أو أنه غدربه. ويقولون أيضا أنه فيه رحلة استكشافية سوتها أحد الشركات، نزلوا واحد ومع كاميرته، نزلوا جوا البير يوم تعدى 100 متر، صوت لهم قال طلعوني طلعوني. لما طلعوا قالوا وش بك ابن حلال؟ قال والله أنا حسيت كأنه فتحة البير كأنها تغلق علي، وطلعوه. لما افتحوا الكاميرا بيشوفون وش اللي موجود، لقوها ظلمة سودة من أول ما بدأ إلى ما طلع، ما لقوا فيه أي شيء من العلامات. وجاء في الحديث الصحيح اللي صحح الألباني أنه خير بئر موجود على وجه الأرض بئر زمزم، لأن فيها أنه طعام طعم وشفاء سقم، وشر ماء موجود على الأرض ما يوجد في وادي برهوت، مثل رجل الجراد تجي الصبح يتدفق، وفي المساء ما كأن فيه ولا نقطة. سبحان الله العظيم، هذا أثبت ما نزل، لكن قالوا أنه تأوي إليه أرواح الكفار والمنافقين، وذكروا أنه يخرج منها رائحة نتنة والماء فيه أسود، لأنه ما هو أرواح الكفار والمنافقين، لكن الكفار أرواحهم في سجين، سجين موقع ما يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، يعتبر سجن، سجين صيغة مبالغة من السجن، هذه أرواح الكفار تكون موجودة فيه. جاء فيه من الخرافات على بير برهوت ما الله بيعلم، لكن الصحيح يا أما أنه نيزك طاح وحفر في هالمكان هذا حتى وصل إلى هالعمق هذا. قد يكون في أسباب أخرى الحفرة، لكن سبحان الله العقائد هي أهم علينا. أنه في قالوا ورد أحاديث لكنها ما جت صحيحة. يقولون أن البير طبعا كون أنه قديم وفي هالعمق هذا أنه مليان من الحياية والثعابين النادرة وجودها والكبيرة أيضا من الحياية السامة العظيمة النادرة الوجود. الحمام كذلك يقولون انه يهاجم اللي يجي عند البير، يهاجمه يدافع عن عشاشه وعن افراخه، والله العلم عند الله. يقولون ان هذا البير تخرج منه بعض الروائح النتنة والغازات السامة واللي تنتشر، واللي يكون لها ايضا بعض مرات اصوات ازيز. الماء اللي فيها ماء اسود نتن له ريحة قشرة، وهو والله العالم انه يا اما حيوانات نافقة فيه ولا فضلات الحيوانات اللي عايشة في البير. من البير هذا أخذ على ما قال سمعة سيئة جدا، وأساطير مختلفة. من ذلك اللي بقول لي خلاني أتكلم عن الموضوع، أنه يقولون أنه هذا السجين اللي يحبس فيه أرواح الكفار والمنافقين، لكن هذا الكلام غير صحيح ولا نقبل به لا عقلا ولا شرعا. يهمنا هل هو هذا مكانه ولا مو بهذا مكانه؟ عسى الله يعافينا إن شاء الله ويكفينا شر أنفسنا والشيطان، ويجعلنا إن شاء الله من المتقين الأخيار. بس سبحان الله، كنا في بير بدر بعد ما قتل الكفار في غزوة بدر، ورماهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتكلم معهم يا فلان بن فلان يا فلان بن فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ عمر رضي الله عنه يقول يا رسول الله تكلم أموات، قال والله إنهم أسمع مني منك، يعني إن درجة سماعهم لنداء النبي عليه الصلاة والسلام. حنا اللي يهمنا سبحان الله إنه في بعض الأساطير والخرافات اللي تمتلك عقول الناس والناس تمشي وراها سردي مردي.
حقيقة سبحان الله شفتها في برنامج جوجل إيرث، شيء عجيب يعني كبرها وحجمها، لعلي أنزل لكم صورة لها تشوفونها. هذه هي بير برهوت اللي في حضرموت في اليمن. هذه معلومات عنها، استودعتكم الحي الذي لا يموت، وأقول لكم في أمان الله ومع السلامة.